السلام عليكم طلاب الثاني متوسط ودرس جديد مع يونت سكس لسن 7 حضرونا كتاب النشاط على صفحة ستة وستين، طبعا هو شيء يشبه لسن أيت، بس احنا اليوم محاضرتنا بس لسن سابن عندنا شخصيتين سارة وعادل راح نقرأ عنهم، راح نشوف منو اللي شخصيته فريندلي، منو و... فريندلي ودود حباب، هارد وركينج مجتهد. patient صبور بيولوجي الاحياء من جود ات جيد بماده الاحياء الفرنج والانجليش وات جوب دو يو ثينك ساره اند عادل وونت تو دو شو يريدون يصيرون بالمستقبل نبدي حضر اقلامنا على صفحه 66 سارة ركز عليها I'm 14 years old How old is Sarah? 14 years old عمري 14 سنة I think I'm quite جرخط friendly إذا منو اللي friendly سارة I think I'm quite friendly أنا تقريبا ودودة حبابة and hardworking working جرخط مجتهدة I passed all my exams نجحت بالامتحانات last year العام الماضي at school I'm good at languages بالمدرسة أنا جيدة باللغات I am very good at ديروا بالكم طلاب Good. What at? Good at. I'm very good at English and French. With I'm not very good at science. When I'm not very good I'm not very good I'm very hard working. I'm patient very I have two little brothers. اندی اخوه اثنين اصغر منی، and they never make me angry. ابد میسونی عصبی. يعني هو patient صبور تره. At the weekend, في عطلة نهاية الأسبوع، I always go and help on a friend's farm. اذن help on friend's farm يعني هو helpful هم متعاون. Because I love working with animals. شي يحب عادل؟ يحب العمل مع الحيوانات، working يعني مكان مجال بيه حيوانات، مزرعة، حيوانات، working with animals. I enjoy working، أستمتع بالعمل، enjoy working، أستمتع بالعمل with horses الخيول، uh, most كلش هواية. at school I'm good at biology هو شاطر بالأحياء. I'm going to take my last exam next year. If I got good marks, ما قال لنا شيء يريد يصير. زين، تعالوا نحذر. أول شيء بالأسئلة مال كتابنا، كتاب الطالب صفحة 66، who thinks very friendly، ودود، حباب، منو بيهم؟ سارة قالت I'm friendly. hard working مجتهد، اثنينهم قالوا احنا hard working. patient صبور عادل. اجينا على هو از جود ات بايولوجي منو شاطر بالاحياء عادل هو از جود الفرنسيه ساره ام اللغات تحب اللغات والانجليش ايضا ساره اذا انتهينا من student بوك ننتقل الى كتاب النشاط الاكتيفيتي بوك فتحوا لي كتبكم على صفحة ستة وتسعين سبعة وتسعين راح نحل التمارين اللي هي أصلا موجودة وراي هسه جاهزين؟ نبدي بصفحة ستة وتسعين تمرين رقم واحد مكرر هذا حله نجي على تمرين رقم اثنين ويقول complete the text كمل النص التالي حسب ما قريته قبل شوية سارة I'm 14 years old I think I'm quite friendly ودودة and hard working مجتهدة I فراغ all my I passed نجحت All my exams إمتحاناتي last year at school I am good at English and the French I am not very good at science بس هي مو شاطرة بالعلوم when I finish school ما كملت ننزل على عادل I'm very hard working مجتهد and patient صبور I have two little brothers عندي اخوه صغار and they never make me angry ما يخلوني اغضب ابد at the weekend I always go and help on a farm friend's farm اروح اساعد صديقي بالمزرعه because I love working احب العمل with animals with horses الخيول most at school I am good وينها at at ناسي أكتبها I'm good at biology good at good at biology I'm going to take my last school exam next year if I get good marks نيجي على الجزء الثاني حلو وسهل صفحة 97 بتمرين جدا مهم أول شيء ذكركم إنه good at I am good at مثلا English I'm not very good at biology. إذن I'm good at learning new things. I am good at learning new things. هنا جاية الـ ING بصيغة اسم التعلم يعني. جيدة بالتعلم. إذن ست كتابنا نش مكتوب بي؟ مكتوب هنا أنا I am very good at English. I am not very good at swimming. انتبه good at وحتى bad. bad at. I am very good at English I'm not very good at keeping my room tidy هي غير جيدة بأن تعوف غرفتها مرتبة. التمرين اللي راح يجيك بالامتحان مؤكد هو التمرين الثالث. انتبه وياي. إيه. Correct the sentence صحح الجمل التالية. الجمل التالية بها خطأ صححها. I'm not very good at French. I'm not very good at French. No, I'm not very good at French. تمام. Tamam. B. My favorite subject is English. درسي المفضل هو الانجليزي. I'm good at learn No, I'm good at learning vocabulary. انا جيد في تعلم المفردات، vocabulary معاني كلمات. C. I'm also good geography. I'm also good at geography. واخيرا I don't like science. لا أحب العلوم. I'm not very good at it. I'm not very good. لو I am not very good. إذا I am not very good at it. إذا طلاب انتهى lesson 7 ونلتقي إن شاء الله مع lesson 8. Thank you.